نسب لعبد خال انه يرفض المؤسسه التقليديه للزواج؟ اول شيء هل عندك مشكله مع مؤسسه الزواج؟ لا بالعكس، انا مع هذه المؤسسه لانها هي العمود الاساسي لنهوض الاسره وبالتالي نهوض المجتمع. ومتى ضربت هذه النواه اللي هي الاسره ضرب المجتمع بالكامل. ولكي تكون هذه الاسره صحيحه وسويه لابد ان تكون ثمه اختيار حقيقي للشخصين للارتباط. الذي يحدث الان سنه سنتين وتنتهي هذه العلاقه، ينتهي هذا المشروع، تنتهي هذه المؤسسه. لازيدك لكي ازيد المساله اكثر وضوحا لا اكثر خوفا ورعبا. الذي يحدث الان في ظل تحرك او تم القبض عليك وجودك مع فتاه بشكل يسمى خلوه شرعيه، ما هو الحل المعاكس الذي قام به الشباب؟ الان يقوم ويملك على فتاه ويستمتع بوجوده معها لكي لا يكون ملام من قبل المجتمع من قبل هذه المؤسسات. يملك يعني بشكل شخصي انه هو ياهل حالهم، يملك شرعي ثم سنتين ونصف شرعي، يعني يصير فيه شخص يزوجه، شخص يزوج عقد ليس بس بي 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 من اجل الزواج، لكن من اجل ان يتحرك مع هذه الفتاه بدون مساءله بدون لوم. وبعد طيب سنتين ما تعتقد انت في النهايه انه تحقق الجانب الشرعي من خلال الزواج؟ لا انا اتكلم عن اللعيبه الاخرى التي يمكن ان تتحول بطريقه شرعيه لكنها تتحول هي نوع من يصير في نتيجه سلبيه يعني لهذا الزواج. أيوه. الزواج هو فقط انه يملك على هذه الفتاه من اجل انه يستمتع معها ويذهب وياتي بعد سنتين مع السلامه ما احتاجك. الم تقبل هي بهذه الصيغه؟ لا هي غير هذه، اقول لك الذي حادث الان بالنسبه للشباب. طيب وش الحل؟ وش الحل في وجهه نظرك؟ للتلاعب الحل في وجهه نظرك هو اقامه علاقات، لا ان نكون مجتمع سوي، ان نكون مجتمع بكل بساطه شديده مثل بقيه المجتمعات الاخرى. يعني هل نحن الوحيدين المسلمين في هذه الكره الارضيه؟ طيب انت تقول الحل ان نكون مجتمع سوي، هل يعني بمفهوم المخالفه اعرف انه انت تعتقد ان المجتمع مش سوي؟ والله في كثير من تصرفاتنا نحن لسنا اسوياء. مثل ايش؟ من احنا اول شيء تقصد المجتمع السعودي؟ طبعا انا انتمي لهذا المجتمع وبالتالي انا حكمي عليه لانه من خلاله اتحدث. وش التصرفات الممارسات التي تتم هي ممارسات شكليه. نحن نتظاهر امام بعضنا البعض اننا اسوياء بينما نعمل كثير من الاخطاء، نعمل كثير من التشوهات الداخليه ونمارسها سرا وبالتالي هي تنتج كقيمه اخلاقيه. مثل ايش عشان ما نقعد نحكي بعموميات استاذ؟ كثير من الاشياء، يعني الان انت تقول لا تظلم وتلاقي شخص يرتكب الظلم يوميا، تقول لا تكذب ونحن نكذب يوميا، تقول يعني بس هذه كل المجتمعات تتوافق فيها، يعني مو المجتمع السعودي حاله. انت الظلم موجود والكذب موجود في مجتمعات كثيره، يعني هذه اشكالات جميل لكن غير مختصه لكن بالمجتمع السعودي. انت تنادي ان تكون انت الباث لهذه القيمه الاخلاقيه وتمارس عكسها، هنا هو الخطر. بمعنى أننا كثير مننا ندعي أننا أصلح أمة ومع ذلك نمارس كثير من الأخطاء على أنفسنا وعلى الآخرين، فهنا يحدث نوع من الافتراق ما بين المقولة وما بين التطبيق. ومن هنا تنتج أيضا كثير من المغالطات التي. هل الحل في وجهة نظرك أستاذ عبد خال الروائي السعودي هو أن نتوقف عن الحديث عن هذه القيم ولا نطبقها؟ الحياة لا تحتاج إلى مقولات، تحتاج إلى أفعال. كم لنا من زمن نتكلم عن هذه القيم المثالية بينما في الواقع لا نمارس هذه القيم. لو حدث العكس أننا مارسنا هذه القيم المثالية بدون القول لوصلنا إلى مستويات أخرى. ولسنا الان لو قمت بعمليه احصائيه لكثير من المشاكل التي تحدث في مجتمعنا سوف تجدها مشاكل مركبه ومعقده ومشاكل يتم دفنها لتنبعث كثير من المشاكل. انت عندما تقول لي مثل يعني انا اخشى انه يصير عندنا جلد ذات، هو ليس تفاقم في جلد الذات لدرجه الاحباط الحقيقه. من ادعى بهذه المقولة أن النجل ذات هو أيضا ضد حكاية النقد الذاتي.
نحن ظللنا لفترات زمنية طويلة لا نستطيع أن نتكلم عن أي مشكلة اجتماعية تحدث أو مشكلة اقتصادية أو مشكلة سياسية وبحجة أننا نحن المجتمع المثالي. ثم عندما انفتح المجتمع أو انفتحت الوسائل التي ممكن خلالها أن تعبر بدأت مقولة مثبتة أخرى، لماذا نجلد الذات؟ نحن لا نجلد الذات، نحن نتحرك وفق نقد الذات بحيث أننا نتجاوز هذه الأخطاء. طيب أنت روائي في النهاية توثق في رواياتك يعني مشاهدات تراها في المجتمع السعودي أليس كذلك؟ وش الشغلات اللي تعتقد أنت أنك ما تقدر تكتب عنها في رواياتك؟ أنت تمارس النقد الذاتي في كل، يعني أنت تكتب في السياسة، في الدين، في المجتمع، في الفلسفة، في كل شيء. بالتالي ما تقول لي أنا أمارس جلد ذات، أنا أقدم شخوص تتحمل أو 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 هي تمثل أنماط وسلوكيات داخل المجتمع. لا، هل تحس أنه في محاذير أنك ما تستطيع أن تقدم عليها؟ لا 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 لا. لماذا؟ لأننا عندما أكتب لا أضع خلفي ولا أمامي الرقيب، وبالتالي أنا أشتغل وفق ما يملي علي رؤية للأشياء. لا، أنا أقصد بعيدا عن الرقيب الإعلامي مثلا أو الرقيب السياسي أو الديني، هل ترى في المتلقي رفضا لهذه الأفكار التي تطرحها؟ عندما أكتب لا أضع أمامي شخص معين إنه ممكن يقبل أو يرفض، لأن المسألة في الأخير هي قناعة شخصية وتريد أن تبث من خلال هذه الشخصية. بس تتعاطى مع صدى كتاباتك في النهاية من خلال ردود فعل الناس. بالفعل ممكن أتعاطى معها، بس ليست التعاطي بمعنى الرذوخ لهذه الآراء. ربما أنك في بعضها تذهب معها في وجهة نظرها، لكنك عندما تكتب أنت تكتب عن مجموعة شخصيات، هذه الشخصيات لها عمقها التاريخي، عمقها الثقافي، عمقها السلوكي، عمقها. ألا تتأثر بردود الفعل التي تثار سواء كانت غاضبة أو مؤيدة؟ في البداية كنت أشعر بالتأثر، لكن فيما ما ينعكس هذا التأثر على أعمالك المقبلة؟ لا، لأنك عندما تتلقى الرأي الآخر في أعمالك أنت أيضا تقف مكانه، بمعنى أنه تحاول تتفهم، يعني تحاول أن تتفهم، وأيضا قد يفوت عليه. هي المسألة، الكتابة هي نوع من اتفاق مبرم ما بين الكاتب والقارئ. هذا الاتفاق المبرم غير مكتوب ومبطن ضمنا أنك تكون تابع لي كقارئ. الذي يحدث في العملية القرائية أن القارئ يبطل هذا العقد ويريد أن يتحول هو إلى الباث وليس إلى المستقبل، ومن هنا تأتي كلمة ولكن. يعني جميعنا عندما نقرأ أي رواية عالمية وجميلة جدا ورائعة نقول جميلة، ولكن هذه لكن هي أنا لا أريد أن نتوقف عند لكن مضطر للتوقف عند فاصل قصير. فاصل قصير أيها الإخوة، نعود بعده لمواصلة حوارنا في إضاءات مع الروائي السعودي عبد الخالف. ابقوا معنا.